بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. ورشتنا النهاردة إن شاء الله عمل عقد زي ما انتم شايفين من الأحجار اللي معانا دي، كنت شفتوها معايا في فيديو المشتريات. المفروض الخامات اللي معايا النهاردة عبارة عن فواصل كده من الذهب الصيني مع الفيروز، فهدخل معاها ان شاء الله احجار الفيروز بكذا مقاس. انا كنت برضو جايبة الاحجار الفيروز اللي هي بتبقى بالحجم الكبير ده، المفروض ان هي اشكالها غير منتظمة، فهحاول ادخلها ان شاء الله في التصميم النهاردة مع الفواصل عشان يتماشوا مع بعض وعشان الاحجام تبقى مظبوطة. كمان هدخل فيروز باحجام اصغر شوية، ده مقاس 10، وده فيروز بيضاوي بالشكل ده هخليه على الرقبة، مش هدخل سلاسل في العقد خالص. كل اللي هحتاجه 2 من الزرد وقفل، وكمان هحتاج واير اللضم، ومعايا الستوبر بتاعنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل باقي خاماتنا ونشوف ادواتنا ونشوف التصميم اللي احنا هنعمله النهاردة من الاحجار الحلوة اللي معانا النهاردة. خليكم معايا ونكمل باقي التصميم وباقي الفيديو. اول حاجة عملتها اخدت الواير بتاعي، هاخده المرة دي على 2، هاخده على جوز. الكلام ده ليه؟ لان المفروض عندي الاحجار اللي انا حطها والفواصل تقيلة شوية، وبالتالي عايزة العقد بتاعي يستحمل، فهاخد بالشكل ده الواير على 2، وابتدي اشوف السنتر بتاع العقد بتاعي هحط فيه ايه، واكمل من الناحيتين. يعني مثلا التصميم بتاعي هيبقى كالتالي، انا عايزة واحدة، انا شاريهم طبعا، شارية الفواصل بالعدد، عارفة هحط الشكل بتاعي او هصمم الشكل بتاعي ازاي. اخترت الشكل ده هو اللي يبقى السنتر بتاعي لحجمه وشكله كمان، وهبتدي اوزع معاه باقي الاحجار بتاعتي اللي هي الكبيرة والصغيرة. هنعمل كده، هناخد مع بعض، هنضطر نفتح دي عشان الفتحة بتاعت الحجر الكبير. هنضطر نفتح دي عشان الفتحة بتاعت الحجر الكبير. هبتدي بقى ارتب احجاري بالشكل ده، هختار شكل الحجر كده، طبعا اللي هعمله يمين هعمله برضو في الناحية التانية الشمال كده. حاول اعمل لهم كده ترتيب وتنظيم مختلف كده. هو العقد بتاعي هيبقى يعني طوله متوسط، عشان كده هشتغل برضو بالاحجار الصغيرة عشان اكمل العقد بتاعي. هيبقى كده اهو، الفواصل طبعا شكلها مختلف وحلو. ابتدي ادخل حجر تاني، وكمان ابتدي ادخل فاصل من الفواصل اللي معايا. نفس اللي عملته هنا هعمله كده، واخد كده بقى المفروض يحط فاصل كبير، يحط فاصل من دول كده، ممكن حط فاصل من الكبير
طبعا ترتيب العقد او التصميم بتاعه بيرجع لكل واحد والشكل اللي هو حابه. طبعا اعمل كده كمان حجر، الاحجار دي بتبقى شكلها حلو قوي، خامتها تعتبر الكواليتي بتاعتها في المتوسط كده. وابتدي ادخل الفاصل ده، طبعا انا جايبة الاعداد عشان اعمل الناحيتين. غريبة، واير واير واحد بيدخل والتاني لا كده. بعد ما اخلص الفواصل طبعا هبتدي اكمل بقى بالحجر البيضاوي الفيروز اللي هو الرفيع ده، ده هو اللي هيبقى على الرقبة، هكمل بيه. ممكن اللي ما عندوش الحجر ده ممكن يحط المقاس الصغير من الفيروز. ممكن كمان اللي حابب يدخل اللون الاحمر كده. خلاص الفواصل تقريبا اهو، او اللون النبيتي اللي في الفواصل ممكن يعمل كده. بصوا اهو، فاضل بقى الجزء الاخير اللي انا هنهي بيه العقد. هشوف معايا كام حجر هنا وابتدي انهي نهاية العقد اللي هي بتبقى على الرقبة. انا اخترت الحجر ده عشان يبقى بدل سلسلة يعني. اهو، وهنقفل بقى كده. 2 4 5، انا معايا تقريبا 12، بحط 6 هنا و6 هنا، 2 4 6 فعلا اهو. ادي اخر حجر هركبه، وبعدين هقفل النص ده والنص التاني هيبقى، هظبط بس الزرة ده بتاعتي. النص طبعا نعتبر ان ده النص اليمين، المفروض فاضل هنعمل النص الشمال للعقد. هيبقى بنفس الترتيب بقى اللي انتوا شفتوه كده او بنفس الشكل عشان وقت الفيديو. هو طبعا التصميم بيعتمد على الحجر نفسه، هو تصميم بسيط خالص. هقفل بس الزرة ده بتاعتي كويس عشان ابتدي اقفل على الستوبر. ممكن نحط 2 ستوبر، ممكن نحط 1 ستوبر، انا بس عشان العقد حاسه ان الفواصل والاحجار تقيله هعمل كده. اخدت 2 ستوبر. الناس اللي كانت دايما بتقول العقد بيفلت، فممكن نعمل الفكره دي، ندخل 2 ستوبر ورا بعض بالظبط وبعدين نبتدي نقفل العقد بتاعنا. فطبعا هيبقى العقد متين اكتر. هبتدي اسحب الواير بتاعي وبعدين هنقفل بالشكل العادي خالص، بس نخلي الستوبر بالظبط فوق بعضه كأنه واحد اهو. وهنقفل، بظبط بس شغلي وهبتدي اضغط. ممكن نضغط عليهم مع بعض ونتأكد ان هما اتقفلوا كويس. كده كمان من الناحية التانية برضو. انا استخدمت الستوبر اللي هو المقاس رقم 2 بس كده. خلاص يعتبر نص العقد بتاعي او التصميم بتاعي خلاص يعتبر بيظهر اهو. فاضل النص التاني من العقد، هيتعمل بنفس الترتيب وبنفس الشكل، فهعمله طبعا برا الكاميرا. وخليكوا بقى معايا هنكمل مع بعض تشوفوا التصميم في الاخر عامل ازاي، او عملنا التصميم بتاعنا ازاي. خليكوا معايا وتابعوا الفيديو للاخر.
كده المفروض كملت تركيب، بس فاضل التقفيلات الأخيرة. هركب القفل في الزردة الأخيرة كده، وانا بشتغل المفروض بصراحة انا مكنتش عاملة حسابي ان انا اشتغل انسيال للعقد ده. الفواصل مع الفيروز حلوين قوي. المفروض ان انا المفروض كنت هكمل برضو التصميم مع باقي الفواصل دي، ففكرت ان انا اخلي دول اعمل بيهم انسيال. العقد شايفاه غني، مش مشكلة لو شلت الاربع فواصل دول كده، لان كمان الحجر الكبير لو انا عاملاه من الحجر الصغير كان هيبقى محتاج كل الفواصل. انا دخلت الحجر اللي هو فيروز الكبير بشكل بعدد كبير، فده غنى للعقد بتاعي. هاخد الاتنين ستوبر وهقفل عليهم نفس اللي انا عملته في الناحية التانية. هاخد بس كده وهقفل على القفل بتاعي. ده طبعا عشان اتنين واير فبتبقى بس ايه النقطة ان انا اظبط الشغل اكتر، فهركبه وارجع لكم تاني عشان بس اقفل العقد بتاعي كويس وابقى شايفاه كويس. نفس اللي انا عملته في التقفيلة الاولى، بس هنا هشد واظبط اكتر عشان العقد بتاعي يبقى متين ومشدود عشان ما يتفكش بعد كده. اهو سحبه بس كده بالزرادية، خلاص اهو دخلت الواير دخل، وشد تاني وكمل. بصوا ونبص هنا عشان ممكن اوقات واحنا بنركب الناحية الاخيرة يبقى الناحية هناك فلتت مثلا، مش مظبوطة، الواير خرج من الحجر، فكل الكلام ده انا مش عايزاه. اهو وهقفل كويس زي ما عملت في الناحية التانية. بصوا بقى اهو التغيير اللي انا عملته، خلاص انا قفلت مش محتاجة اطلع معايا كده. طبعا الفواصل اللي انا مختارها اخترت الكبير كام يعني اكتر. جايبة انا كنت شارية المفروض من ده 11 علشان العقد تمام كده باحجام زي ما انتوا شايفين مختلفة، فلما جيت ركبت الفيروز بالشكل الكبير ده فالعقد تقل كمان وانا مش عايزاه اتقل من كده. اللي حابه اطول طبعا ممكن نزود سلسلة ونكمل. طبعا السلسلة كده كده لو محجبة بتبقى مستخبية جوه الحجاب. اهو الجزء ده كله ممكن يبان زي ما انتوا شايفين كده اكتر من 50 سنتي. اهو هيبقى ده العقد بتاعي، ده الشكل الاساسي اللي هيبقى عليه العقد. زي ما انتوا شايفين كده الفواصل شكلها حلو والعقد غني وحلو جدا. اللي هعمله بعد كده ان انا هعمل ان شاء الله، بس هنعمله في فيديو تاني عشان ما نطولش الفيديو، هعمل انسيال مع العقد ان شاء الله من باقي الفواصل. العقد زي ما انتوا شايفينه كده، يا رب يكون عجبكم. انا عجبني، يا رب يكون عجبكم زي ما عجبني. قولوا لي في التعليقات ايه رايكم. يا رب ما كنتش كمان الفيديو طول بإذن الله. أتمنى لكم كل التوفيق ومتشكرة قوي لمتابعتكم، ما تنسونيش من دعواتكم. متشكرة قوي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب أكون قدرت أفيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.